حبيبي. يا أحباب، هل رأيتم النار؟ ربنا بيسأل السؤال ده سبحانه وتعالى. أفرأيتم النار؟ شفت النار يا حبيبي؟ شفت النار يا أخت؟ شفت النار؟ أنا بقول يا شيخ عم، نار جهنم لا يقدر عليها أحد، لم يقدروا على نار الدنيا، فكيف بنار جهنم؟ ورسول الله يقول ناركم هذه التي توقدون، أي نار الدنيا، إنما هي جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم.